انتي يلي تسمع فينا جبني لكم دبارة بنينة في وسطها حكية وتشنشينة ما لفاش تستنى وعدل الموجة مع نور واللي كرونيكور كل يوم من الاثنين للجمعة من ماضي 3 للخمسة على الحياة فام رمضان على الحياة فام بنا أخرى أكيد بنا أخرى مدينكم على الحياة فام مرحبا بالناس كل معضلة الموجة علينا وأكيد على 90 تتعب كسوسوا على البوند فام وإلا على 3W هكا نسلموا عليكم الناس لكل وين ما كان يوصلكم صوتنا هكا نرجعوا معكم في بنت رمضان من توا حتى للخمسة متاع العشية كل اثنين حتى للجمعة بالجو بالفقرات بالتشنشينة بالكادوات بالحاجات اللي بنينا الكل أكيد نختاروهمكم هكا نكونوا معكم ان شاء الله ندخلوا لدياركم بالبهجة بالفرحة بالحاجات البنينة بالحاجات الحلوة الكل ان شاء الله تصوموا وتفطروا بالصحة واحنا هكا نجيكم كما العادة باش نعطيكم دي زيدي على شقة الفطر على الحاجات المزينة على الحكايات اللي نجموا نسمعوها والتشنشينات كما العادة شكر كبير لتوكا اللي ديما مأمنتنا الحصة تحية كبيرة برشا لتوكا اللي ترافقنا كل حصة كل يوم في شهر رمضان المعظم بما أن احنا إذاعة صحة ونحب على صحتكم من ودكم كان بالحاجة البنينة الحاجة الصحية الحاجة اللي مختارة بكل عناية بأيدي تونسية أكيد 100% تونسية حاجة بنينة برشا من خلال لي برودوي نحكيو أكيد على هريسة منارة جربة نحكيو زيد على طماطم البيروكي أو البابغاء نحكيو على هروس البنين اللي ما غيب على حتى اطعام وعلى ما غيب على حتى صحن اكيد الصحن الموزوز اللي فيه قواك شويه زيت زيتونه وشويه هكا كعبيت زيتون نودكم ولا نشهيكم وكيف كيف زيد لي برودوي في المعجون المعجون على كل لون كريمه معجون السفرجل معجون الكرموز معجون الابريكو ومعجون الفريز اللهم صل على النبي هكا ان شاء الله ندخلكم بالبركه والمسيو ولا المدام اللي ماشيين يقضيو بيان سور ما ينساوش لي برودوي توكا اللي ديما لازم يكون حاضر في القفة وهكا باش يكون ترتيب مزيان وبنين ما تنساوش زادا بعد شوية عنا الغوسيت نتاعنا توكا باش تكون ملمة بيان سور باللي برودوي هذوما الكل ولكن قبل كل شيء تحية كبيرة للكيب اللي دائما مأملت لكم الحصة من خلال التكنيك ومن خلال الميكرو تحية كبيرة لزميلنا أحمد المخلوفي في الإخراج التقني لليوم تحية زادة كبيرة لزميلنا سهيل في الديجيتال وعلى البلاتو المزيان والحلو هذي اللي قاعدين تشوفوا فيه على فكرة البلاتو المزيان والحلو النحاسة هذي الحلو والقروي والديكوراسيون هذي مسؤول عليها أكيد يوسف الصدفي تحية ليه اللي بأمننا النحاسة المزيانة والمبخرة متاعنا وكل ما هو نحاس مطروح أكيد تلقاوه عند يوسف الصدفي معكم من بيجي من قدام الميكرو هكا نرجع لكم كيما كل جمعة ما نجيش وحدي والحمد لله يجي معايا ليكيب الكل مرحبا حمزة بالشيخ عسلامة نور مرحبا بيك ومرحبا بكافة مستمعي إذاعة الحياة فام مرحبا أمين مرحبا صلاح مرحبا ليكيب الكل شنو الجو اليوم ظهر حفالي اليوم برشا بنا في الماكلة نغزر لمين أكثر من قبيلة بستيلو قاعد يشاهي فينا بستيلو يكتب ويعاود وكذا يا اخويا الله صلي على النبي لا واحد مرحبا بيك الشيف امين رماح مرحبا نور سما حمزه عسام اخونا شحريك اخونا صلاح كالعادة اليوم عنا روسيت جديدة مع توكال بالطبيعة لهروس وطماطم متاعنا طماط كونسونتري وبالطبيعة لهريسة هريسة منار جربة اليوم عنا برشا بنة وأمبلا هكا تراديسيونيل قديم شوية من الكوجينة التونسية متاعنا ما فيها بيس هكا نبدلوا شوية كل مرة نعملوا حاجة جديدة كل مرة نخرجوا من المسنسين من المألوف بي. من المألوف تخي بيان الحلو نخليوه لوقته خليوه لوقته ديما مشوقنا مو احنا نثقلوا في المالح ونخفوا في الحلو ولا إذا عملنا حلو قوي نخفوا شوية في المالح حاولوا نعملوا ليكي ليبر دوزاج مليك نستحفظوا على الصحة متاعنا بالطبيعة ونحب نعمل تنويه صغير نور الأيامات الحقيقة ساعات نخرج شوية في الليل نرى معناها الكونتيتي أوريبل متاع الخبز اللي قاعدة تطيش متاع الماكلة اللي قاعدة تطيش ما فيها بيز إذا احنا معناها نطيبوا جست الكونتيتي اللي نستحقوها معناها نشوفوا احنا قداش من
من شخص باش نقعدوا على الطاولة نتاعنا نشوفوا قداش نستحقوا بالضبط كوانتيتي. صح. سينو بالحق فما عباد مستحقة الحقيقة. تفرجت على مسلسل حرقة لا يمات، شفت معناها العباد اللي يلموا في ليبوبيل كل بالحق. هذيك راه مقتبس من حقيقة برشا ناس، معناها فما حاجات ممكن حسيتها ما في الحياة اليومية. صح. ما نشلقش بها، فهمتني؟ ما فيها بيس ناخذوا كلي بلا الومنيوم راه من با 50 100 فرنك راهي الكعب، معناها الكونتيتي اللي باش تفضل لنا خرجوها في دي بلاتو دورة صغيرة، ميم باش تعمل 4 5 بلاتو تعطيهم بالحق عباد اللي مستحقين. هذا تنويه صغير ويعطيكم الصحة. يعطيك صحة، يعطيك صحة على لفتة النظر هذه، خاطر غير المو راهو ساعات ننساو اللي رمضان راهو شهر الرحمة، شهر انه نتفكروا فيه بعضنا، نتفكروا فيه الناس اللي ما تقدرش، الناس اللي ما عندهاش، فما ناس بعز يعني بالكرامة نتاعها وبعزتها ما تجيش تقول اعطيني مالوغوزمون. الوغ نتفكروا الناس هذوما، فما ناس طيب دي كونتيتي انورم البوبيل تاكل معهم ماهوش باهي، ماهوش يعني باش ما نقولوش كلمه اخرى، ماهوش حلو يعني. علق لي كيريد علينا ربي طيبنا هاك الكونتيتي هذيك كيما قال شيف امين، نتفكروا العبد او الانسان اللي نجمو نعطيو او ندوه بالماكله هذيك باش اما ما تمشيش هباء هاك كما منثوره. الوغ ان شاء الله يا ربي يتقبل صيامنا الكل يا ربي، ودائما نتفكروا الغير، نتفكروا الجار، نتفكروا الرحمه في قلوبنا، و دائما نخليو قلوبنا رحيمه لبعضنا. يعطيك صحه مره اخرى على لفتة النظر شيف امين. مرحبا صلاح. اهلا يا نور، مساء الفل ومساء الجمال، مساء النفحات، مساء الخير، مساء البركه، منور يا حمزه والشيف امين منور وكل الساده المستمعين، مساء الخير عليكم. طبعا النهارده 10 رمضان، عدت اول 10 ايام ايام الرحمه، ودخلنا دلوقتي على ايام المغفره، واخر 10 ايام ايام العتق من النار. فيا رب من كل من يسمعنا بحق لا اله الا الله يا رب يتقبل في صيامنا ويرحمنا ويغفر لنا يا رب، ويجعلنا ان شاء الله من المعتوقين من النار. وزي ما انت نوهتي والشيف امين نوه على الايثار، رمضان شهر الايثار وشهر الاحسان، والانسان لما بيكون محتاج او في قمه احتياجه ربنا بيعطيه كرامه وعزه نفس بحيث ان هو ما بيطلبش. يعني حتى ربنا سبحانه وتعالى قال في القران ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه، ده اللي هيعطي يعني قمه الايثار. وبالنسبه للمحتاج بجد يعني حتى ربنا قال في حقه يحسبهم الجاهل واغنياء من التعفف، من كتر ما هو عنده عزه نفس وتعفف فما بيطلبش. فاحنا نراعي في بعضنا لان ده شهر الاحسان، ويا رب يا رب يجعله كلنا في يعني كل ده في ميزان حسناتنا. أمين. وان شاء الله يا رب نقدم حلقه ممتازه وحلقه مميزه كالعاده. امين يا رب، ان شاء الله ربي يتقبل صيامنا، وان شاء الله ربي يتقبلنا زاد برحمته الواسعه، وان شاء الله هكا زاد احنا ندخلوا لدياركم بالبهجه، بالحاجات الحلوه، بالبركه، بالموسيقى الباهيه، بالامبيونس الحلوه، باللي غسيت زاد، وايضا باللي برودوي لبنان، الورقه والستيلو تحضرهم من توا. شوف امين محضر لكم حاجه بنينه برشا برشا من بعد، سينو زاد نفس الورقه تخليوها للتشنشينه نتاعنا دايوغ تلقاها على الباج اوفيسيال امتعنا. ما تنسوش اللي كل جمعة فما ان كادو للجماعة اللي يشاركوا معنا ويطلعوا الشنشينة كيما سبق وربح معنا من متشارك نهار الجمعة اللي فاتت. الوغ ما تنسوش من توا هكا تحاولوا ولا انتوريفو بجماعة اللي يفهموا في الشنشينات باش تطلعوا الشنشينة بتاعنا. الشنشينة بتاعنا اليوم سهلة، الوغ حضروا رواحكم هكا احنا الانطلاقة باش تكون معاكم في بنة رمضان. مرحبا بالناس الكل اللي عضلت الموجع لنا على الحياة فما احسي بالغلاوة وعلى هكا كان ديبو معاكم في بنة رمضان، مكملين معاكم حتى للخمسة متاع العشية. دائما لقيت هذا نستناوه الناس الكل على خاطر ديما دينا تنشينا من القاع الخابية ومحليهم تنشينات زمان. كنت تطلع حمزة قبل تنشينات؟ حسرة بالحق برشا قبل أمي تعطيني تنشينات، أما توا نسيت والله نسيتهم. معناها كنت هكا في رمضان؟ أي سيرتو كالتنشينات عدل على التنشينات. أي سيرتو كالتنشينات نور بتاعك اللي يبداو تحسهم هكا فيهم برشا مجهود تحسيبك وتطلع قديش هكا
تحس من ما عاش عليش ديما رمضان هكا تحس مقرون بالفوازير بالتشنشنات بالحكايات حاجه تسمى هذه لومبرانت نتاع حاجه عشناها قبل ولا عاشوها جدودنا ولا فهمتني العزيز علينا كهو بقات في الذاكره التونسي سي فري الوغ هو ما يحلى رمضان كما قلنا كان بالتشنشين هذاك علاش كل ليله وكل يوم احنا محضرين لكم تشنشين في بنات رمضان وقيد التشنشينا تشنشينا يا سيد تشنشينتنا لليوم تقول علي تصدرت وتصنعت وتصنعت وحازت كامل الصفات وجزاها ربي بتسعة مرجانات على ما خلط يا أنس علي تصدرت وتصنعت وحازت كامل الصفات وجزاها ربي بتسعة مرجانات هذه تشنشنتنا لليوم مشكور زميلنا أمين ديجا سبقنا هكا وخلي لكم التشنشينة هذه على الباج أوفيسيال متاعنا الحياة فهم تنجموا تطلعوا التشنشينة هذه باللي كومنتار متاعكم أكيد ومحاولاتكم عندكم كادو آخر الجمعة كيما كل نهار جمعة يصير تيراج وسور للناس الكل اللي شاركت على طول الأسبوع وأكيد فما كادو من إهداء الفريقي جيرسم ينجم يكون تابلت فابلت تليفون أكسسوار حاجة حلوة ومزيانة برشا برشا إهداء منا ليكم الكل ألوغ من توا تدخلوا الباج و تبدأوا تقيدوا في إجاباتكم ألوغ فما إجابة هوني بالنسبة للناس ما تعرفهاش اللي يعرفها ما غير ما يقول الحل فمش هكا حاجة تقريبية صعيبة ولا سهلة ساعة ظهرت لكم والله شكلا صلاح باهت كل عادة شكلا صعيبة معناها كي تسمعها هكا تقول شنو هو مرجانات وتسعة عشنو مريجنا يا مرجانة صحيح أنا لما بغيب بغيب عشان أتكتك عشان أفنن علشان أطلع بالتقيلة وبالناهية الله حد يقول لي حلها بقى صحيح تشنشينا هذي هذي من نجمش نوعتك هذي بحق نقعدك فيها 3 سنين باش نطلع سينو على التشنشينا متاعنا سهلة أنس عندك شي إجابة نو ما نتصورش أحمد عاودها مرة أخرى باش يطلعها أحمد باهي يا نسيتش ألو علي تصدرت ترى أنس قلت نعاودها مرة أخرى سي بون تصور ستوري أوكي يا علي تصدرت وتصنعت وحازت كامل الصفات وجازاها ربي بتسعة مرجانات ألو فهمتها بالمصري اه فهمتها ترى عملي لي بالمصري بالاكسون المصري علي تصدرت وتصنعت وحدت كامل الصفات وجزاها ربي بتسع مرجانات هاي هاب كيف كيف بالضبط لا 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 يعني ايه تصدرت بقى تصدرت معناها يعني طلعت يعني تصدر ده طلع المشهد طلع في الاول حاجه زي كده يعني تصدر يعني ايه احنا نقولها كيما حدك تصدر ولا حد مثلا ولا ايه ليه كيما العروسه وقت اللي تتصدر هكا قاعدت بك الضخامه نتاعها ولا ها كيفاش انسى جات اما بطريقه معناها ضخمه شوي زاد انا تصور نور المعنى نتاعها تقول تصدرت ان تنجم تكون تصدرت قائمه نتاع حاجه معينه والا تصدرت ينجم ممكن تكون تصدرت يعني تربعت في تربعت صحيت حاجه من نوع هذا قلت لك لما بغيب عشان افنن انا هو هي كل المعاني بخسك عندها نفس كل الكلمات يعني عندها نفس التفسير قربشي هكا قربتشي المعنى قربتشي الصورة عندك صلاة صورة اي صورة معناها الحل معنى شيء جملة لا خلينا شوية خليك تخمم شوي ولو كده هكتبها لك في ورقه واقول لك عليها اوكي فقط نطلعها يا نور هذه وقت اللي شاف امين يبدا هكا يبدا في الواحد وانا قاعد نسرح معاه انت سيبها وقت خوف منك لا حمزه والله حمزه خليك كرياتيف يا راجل بالليل يا حمزه نجيب طبله ونطلع نسحر الناس احنا هي فكره يعني ما شاء الله عليك انت ابن نكته زي ما هو هو بقى كان السحور واحد ما عملوش لوز المصريين ما بيقولوش بقى لا بقى على طول على طول بقى عايز سيدي باش نخليكم انا الوقت والمساحه الكافيه اكيد باش تنجموا تجاوبوا على الترشينا هذايا سؤال ليكم انتم موجه للكيب واكيد للناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا نجموا تخليوا اجاباتكم على الباج اوفيسيال نتاعنا وهذه كانت ترشينتنا لليوم وقيت التشنشينا
تشنجينا. وقت اللي احنا قاعدين هكا نخموا الاجواء هكا حفالي مازالت متواصل، عاود نذكركم بعد شويه باش نتلاقاو في الغوسيت اللي فيها المالح والحلو مع الشيف امين، اكيد زاده حمزه بالشيخ محضر لنا الحاجات المزيانه والحكايات البنينه في صندوق عجب، واكيد كل ما هو الامثله الشعبيه والحكايات المصريه والحاجات القديمه مع الصلاح، هذه كله اكثر معاكم انتم اكيد. قل لي حمزه وكل عاده في نفس الوقت هذا نور نبي حاجه هكا في المود نتاعنا في الصوفي وكذا. عندنا صار عندنا اكيد ما تغيب على طعام الجو نتاعنا هذاك، ما يغيب على طعام اكيد، باش نودوكم هكا وان شاء الله ندخلوا لدياركم بالبركه وبالذكر وبالحاجات المزيانه الكل. هذه كل تستناوه معنا في بنت رمضان، سينو باش نفسحوا المجال لقسم الاخبار في موجز الانباء مع الزملاء بعد شويه. يقولوا لي كيفاش عنا الاربعة ونص صار الموجز مش مطلتة ونص، ميسيش خويا قدموا لهم التحية قدموا لهم تحية زملاء في قسم الأخبار. في فيكم والله يا جماعة نسخيل الاربعة ونص وقت سخيل سيبو سايما تيونا سايما سايما انا تأكدت فخر اي سيدي كما العادة حمزة بالشيخ دائما يطربنا لقيت هذي يا خويا ميسيش يا سيدي فيقنا يا خويا يلا خلنا نعملوا انا بس سلطنكم تو وسلطنا يا سيدي سلطنا هذا صدقني والله يا نور الجو هذا الروحانيات وترى هكا هريسه وترى والحاجات البنينه الحاجات البنينه البرتقال مزينه اش هيك شاف مين عاد وانت كل كلامك عن الاكل ما تقول وترى الناس الحلوه اللي قاعده وترى الناس اللي الصحبه ايه يا عم جوعتنا والله لبيس شوف ما تقول حاجه يا شيف انا نحضر في درسي نحضر في درسي الناس الحلوه الناس الحلوه بتطبخ كويس وبتفوح كويس الله 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 لا اقنعتني اقنعتني سيدي عنا جونا حمزة بالشيخ ديما حضرنا الحاجات الحلوة والمزيكا لبنان على الله دلالي لا هوش عالمخلوق الله الله سيف جبالي سيف جبالي في جيش العدو مرشو الله 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 دلالي لا وشي علم أخلو الله 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 تنشد من هي تصلتينا صلتينا على الطاير على الطاير هكا جيت حلوه برشا ودخلتنا هكا نصور الناس اللي دخلوا الكوجينه سلطلتهم بالكدا بالكدا يحضروا هكا ويقربوا في الناس احنا في المغارب في الدنيا وكذا حكيت الفيح تمدد سي بون وبدات الخضره قاعده تتقص وبعد شويه اكيد الشيف امين يودنا بالغوسيت تعرف اللي انا في باليش بالصوت اللي بالغوسيت اللي باش نعملها الشيف امين والله باش نكتشف معاكم خاطر ديما يحب العنصر تاع السوسبانس صدقني انا عاطي فيه ثقتي وكل بالحق حاجه بنينه انا نوعدكم ولو بالحق حاجه ما صارتش حاجه ما صارتش والله خويا زاده ببتكال زاده قولي ما تجيش بس المجرة جربت لا ده انا عن نفس ده عليه هو بقول اوعدكم وهو مطمن وواثق لا يعني مو على خاطر علشان اكل منه على خاطر صحيت كلام عنده وانا قاعد معاه بقالنا اكتر من شهر اهوت وقاعدين جنب بعض والبر للبار مش فزرني انت شرسي حابين نبقى حبايب قبل الهوا ندخل في الهوا يا اخويا اسمعني نعملوا اتفاق ايوه تعمل لنا اخويا سندوتش كبده كما يقولوا نعمل لك كفته كباب كبده اعمل لك احلى كبده ولا حاجه
هيك يسميها محمر ولا ما عشنو هيك ولا محمر ما عشنو او عامل لك حمام محشي كمان حمام محشي حمام محشي وبالرز وكل حاجه اللي انت عاوزها. الفريك هي عباره عن شرب فريك اي وعندكم اذا انتم تشرب معناه شربك فكيكه ولا بنعملها بنعمل خلطه بنفوحه وعلى فكره زاد الملوخيه راهو زاد الملوخيه بنعرفها ماشي والله افكر لك على حاجه بالنسبه الملوخيه اول ما جيت تونس كان في حد معين بيطيب ملوخيه قال هاكلك ملوخيه قلت له طيب الملوخيه عندنا 3 دقايق وهو كل على طول على طول هو طيب ملوخيه قلت له طيب ماشي امتى قال لا روح قضيتك وتعالى قلت له لا ده انا رايح تونس قال ايوه روح تونس وتعالى استغربت ورحت تونس وخلصت المصلحه بتاعتي ورجعت تاني ولقيتها على النار انت ايه الملوخيه دي يا جدع تقعد احنا تقبل كده بس طعمها ولا اروع بجد لا طعمها تحفه بجد انا بتاعنا بتاع تونس خير كل حاجه وليها الرونق بتاعها شوف بقى شوف بقى احنا حبايبي حمزه حبيبي يعني فما مطعم يشبه البعض ولا جملة الملوخية التونسية والمصرية ياسر بعاد على بعضهم لا لا أحمد قال لي هكا برسولي بعاد فرما بعاد عن بعض خالص خاطر احنا أكثر رانا احنا الكوزين متاعنا ميديترانيين معناها تحل أكثر على البي باسك البلدان متاع شميسة ومتاع البحر ونستعملوا برشا الحوت وكالتوسكي المطمطم وهذيك الكوزين متاعنا باركونتر في مصر الكوزين متاعهم أوريونتال معناها شرقية صح شرقية أكثر من ميديترانيين أكثر من الشرق المتوسطي الخبز متاحهم عندكم العيش انتم في العيش البلدي لا لا هو بيختلف عندكم العيش اللي هو الباجيت والحاجات دي بنسميه عندنا احنا اللي هو الفينو عيش فينو تمام في رغيف شوف شوف تقول لي عيش تقول لي خبز لا يولى عن الفطير المشلتت تمام بجيبها لك من الفطير المشلتت الفطير المشلتت ده بتاع شكل كبير دفطاية ايوه ايه اسمه فطير مشلتت فطير مشلتت شنو هذا اللي يبدا جويد هذا تبقى كبيره كده شبه الملاوي بتاعنا ولا لا اللي مشبه الملاوي ده عندنا اسمه رقاق فهمتك انا نوج معكم ان شاء الله واعطيكم كورس في الحاجات دي هكا درس ليه في الحاجات هذيك ريت الملاوي هذيك اللي تقولوا لها الرقاق هكا احنا في تونس لهنا التسميه الصحيحه نتاعها اسمها الرقيق الرقيق نفس التوج بدني بالنسبه قال الرقاق قلت له زيد نحن نقولوا بس عندنا بيتعجن بالحليب يعني مش تخمر معناها اكثر ولا باش تبقى فيه ليونه اكثر وتبقى اكيد الشيف يعرف تبقى هشه اكثر اكثر خبز متاكل غادي يتاكل في مصر غادي كيما احنا توا عنا الخبز الشوايه ولا الخبز الباجيت هو اكثر خبز يعني يتاكل شوفي احنا عندنا في يعني في الصعيد لقينا خبز معين عندنا انا مثلا انا من المنصوره تمام فعندنا اكثر فلاحين ففي خبز عندنا في الطابونه وفي كل حاجه لكن احنا متعودين من صغرنا ومتربيين احنا نخبز العيش في بيوتنا العيش البلدي فهمت تمام العيش طيب الخبز وحدكم بنطيب العيش نجيب مثلا العيش من الطابونه تمام لكن الوجبه الاساسيه العيش اللي احنا بنخبزه عندنا في الدار بتبقى حاجه تانية متربيين احنا عليه ان شاء الله بستدعوكم مره في مصر ان شاء الله اوريكم مصر بقى بعيون واحد مصري بقى اي سي فري ان شاء الله والله بحق ان شاء الله هكا تويت مشيت مره حمزه لمصر شكون اللي فهم مشي لمصر اخويا مشي وحكي لي احمد مشي لمصر وين مشيت احمد بالضبط دهب جنوب سيناء دهب وطابه ونويبع الله عليك يا حبيب والديك انت حاجه اخرى عملت دورة توريستيك في شوقتنا سياحة انا متشوق باش نمشي بالحق لمصر متشوق لاسكندرية خاطر يحكي عروس البحر الابيض الاسكندرية جميلة اسكندرية المارية اسكندرية الناس الكل اللي مشاو لمصر بلاستين يحكيوا عليهم على يحكيوا على اسكندرية ويحكيوا على وين اهرامات هكا الجيزة الجيزة ايوه عندك الاسكندرية والجيزة شوف هقول لك على حاجة طبعا الاماكن دي جميلة جدا بس حمزة قال حاجة قال دهب اسمه مكان اسمه دهب دهب في جنوب سيناء دهب وطابة ونويبع والغردقة واللي هي محافظات جنوب سيناء والبحر الاحمر تمام شرم الشيخ واخدة صيت واخدة سمعة كبيرة وكل حاجة هي سياحية اكثر اما تستمتع بقى بالطبيعة وجو الطبيعة اللي انا بقول لك عليها دي دهب وطابه ونويبع يعني الاماكن دي فعلا سحر تحس ان انت في كوكب تاني ان شاء الله تيجوا لنا كده كلكم كده مع بعضكم واركبكم الجمال
جمال جمال انا هلبسك انت صعيدي وانت هتلبس النور هتلبس الجلباب الجلباب الصعيدي او البدوي والشيف بقى ده معايا بقى ده من اختصاصي بقى ندخل الكوجينه نطيب ان شاء الله بوكو باك يا صحة على الرونق الحلوة كمتاع مصر والاجواء الحلوة ان شاء الله. كان هكا صلاح حضر لنا زيد روسيت مصرية علاش ليه نتاع خبز ولا حاجة جيبها لنا في ديك خاطر والله شوقتنا تو برشا ناس تتسائل طبعا نور ولا ايه وفي اكيد طبعا من انا لا 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 بالحق يحكي على العيش البلدي نتصور حتى الناس الكل يسمعوا فينا رم هكا يشوفوه في التلفزيون في المسلسلات يقولك شنو يزعم الغسل كيفاش يطيبوه العيش البلدي نتاع مصر. انا عملتها مره وجبت فطير من مصر يعني حد معين كان تونسي صديق كان في مصر وهو جاي خليته يجيب فطير مشلتت ودوقته الناس هنا في تونس يعني ما شاء الله ما شاء الله. بس الفرن اللي بنعمله عندنا بقى يعني فرن بلدي بقى اللي هو شفت الفرن زمان اللي بتبقى الطابونه بتاعنا هذيك ما تمشيش معناها بالطين لا لا مش كيف طين يعني لو حطيته انت في فرن الطين ده بيطلع طعم حاجه تانية. فلو انتوا بتقولوا هنا بيعمل 66 كيف لا عندنا بقى 6600 كيف. الله 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 لا مغيره اخويا كيكه نولي لا اسمعني ما لا تنسى انا كمان يعني من بعض انا خلاص بقيت تونسي يا لي سيبو بشي بشعطينا الغوسيت وشوف قدره ربي طنا نحاولوا هكا نشوفوا كيفاش نعملوا مودرنيزي العيش البلدي هكا على تونسي على كوجينا في الكوجينا التونسيه اكيد طنا القول حل. يعطيك صحه صلاح احنا مازلنا اكيد نحكيوا على الكوجينا وفقراتنا مازالت متواصله. هذه هي اكيد بن رمضان تسويت ترتاح مع الموسيقى رجعنا جلوزيني عم بالحالة عليا هكا والموسيقى التونسية توصلنا معكم من 46 دقيقة بعد الماضي ثلاثة احنا هكا مازلنا متواصلين معكم لقية هذايا باش نمشيو فيه للكوجينة وأكيد ما فماش حاجة تبان الكوجينة قد تكال بالجودة والحرفية عرفناها بأيدي تونسية قديناها توا خبرة أكثر من 60 سنة منتوجنا تونسي 100% مختار من أعز ما فما من طماطم للغلة هذه هي توكال توكال فهمتنا الكل توكال فهمتنا الكل أكيد مدام توكال فهمتنا الكل وإحنا فهمنا توكال باش نمشي وتتفيد الكوجينة في غسة توكال غسة توكال غسة توكال هكا باش نكملوا ودائما مع الغسيت مع شيف امين الرماح اللي دائما يودنا بالملح بالحلو بالحاجات البنينه الكل. مرحبا بك شيف امين نورنا في الاستوديو كما العاده. مرحبا بالساده المستمعين اليوم بلا مزيان تونسي ملون فيه برشا روح برشا هكا قولوا احنا في بطا حياتك اي شيخ كي تحط على الطاوله محلاه اي سورتو اي سورتو كي يبدا البلا هذا اي سي البلا نتاعنا باش نبداو بالبلا المالح اللي هو فندق الغله. الله فندق الغله فندق الغله اللي هو معناها بلا براتيكمون تيبيكمون تونيزيان من الكوجينه التونسيه نتاعنا في الجزائر وفي المغرب يسميوها الدلمه اما معناها تفرق شويه على تونس خاطر يعملوها غادي بالكرنب ورق العنب ومعناها تتبدل الفرس ويستعملوا بالطبيعه الغله الخضره نتاعنا الخضره نتاعنا اي دونك باش نبداو بالزانغريديون نتاعنا بالبلا هذا باش نسحقوا 500 غرام لحم مفروم عظمتين كعبه بصل باش نسحقوا شويه سفناريا خاطر باش نحطوا في الفارس ديما نحب نبدل انا اللحم مفروم ديما اللي فارس بولونيز نقولوا احنا نحطوا فيهم شويه سفناريا يعطيوا كل الحلاوه البنينه للفارس نتاعنا. باش نسحقوا بطبيعه طومات كونسونتري نتاع توكال اي باش نسحقوا شويه معدنوس معدنوس اي والخضره نقولوا احنا كل قدروا قدروا نجموا نستعملوا القرع اللي هو القرع الاخضر بالطبيعه قرع في الفخس هذا قرع نقصد اي فلفل فارس القرع
بيدو اللي باش نحطوا فيه الفخذ اكزاكتومون القرع اي طماطم نتاعو الاخضر مش القرع الاحمر بالطبيعه نحطوا مثلا كعبه طماطم كعبه بتنجان بطاطا بالطبيعه ما تغيب صحيح. وانا الحقيقه باش نعطي هكا سوز صغيره البطاطا دو بريفيرونس تقعد بالقشره نتاعها بون باه نغسلوها مليح ونقصوها بالطبيعه باش نفرغوها كي تقعد بالقشره نتاعها كي تدخل الفور تولي حاجه اخرى يسيرتو كي نعملوها شوية ملح هكا على القشرة نتاعها. أنا ديما البطاطا ميم معناها حتى باش نعملها روتي باش نعملها في مسلي في أي حاجة ديما نخليها بالقشرة نتاعها. المهم نغسلها مليح وكاهو. دونك وفما أستوس أخرى نجمو في الفارس نزيدو الروز الأبيض. الروز نتاعنا نزيدو عليه بالطبيعة الحم مفروم ونزيدو معناها لي زانغريديون نتاعنا. يعني خلينا نعاود جوست شايف على في لي زانغريديون انا 500 غرام حمفروم كعبة عظم صل اي سفناريا في وسط الفارس باش نعملوا رابي سفناريا باش ما تبنش برشا ما تبنش معناها جوست باش تلمها نقولوا احنا على حاجه ما سفناريا مع العظم من اول حاجه يبنن شويه يردوا حلو شويه كل الفارس نتاع في احنا باش نزيدوا شطر مغرفه هروس ايواش في الحم مفروم هذا كل بالطبيعه باش يتقلب اللون الحم مفروم معاه شويه البصل وشويه سفناري وشويه زيت زيتونه بالطبيعه نزيدوا شويه ملح وفلفل اكحل شويه تابل الحم مفروم انا يعني الحم البقري بصفه عامه يحب ديما التابل واضح وتوسكي توماتي معناها توسكي طمطم يحب التابل والكرويه مع بعض صحيح وباش نحطوا شويه ثوم مرحيه معاهم هذوما الكل باش نقليوهم لين يقر شايف نحطوا في الفخس انا خاطر جو سوي فان بالجبن فروماج في الفروماج نجم نحطوهم كل شيء نحطوا فروماج ما ديما نحاولوا نعملوا ليكيليبر خاطر الحقيقة برشا فروماج كل يوم أي كل يوم صحيتي مش بيس كل مرة نعملوا حاجة ما هو اللي يحب أما تنقل معنا أيوة بطبيعة بعد ما تخلي معنا بعد ما تطيب الفارس بتاعك تحط في الأخر تخليه يبرد الفارس تخلط عليه العظمتين باش يلمو خاطر العظام كي باش تحطهم في الفارس هو يطيب ديجا باش تطيب لك من وقتها باش تشيح وتدخل بعضها البريباراسيون معنا نخليو الفارس نتاعنا يبرد نزيدوه اذا باش نحطوا الفروماج نحطوه هو سخون اذا باش نحطوا العظم نحطوه هو بارد الفارس دونك باش نفرغوا كعبه البطاطا مثلا هذوما ساعه نصمتوهم شايف نتصور لا احنا مش نصمتوهم خاطر مش نقصوهم على اثنين معناها مش نحطوا كعبه كامله فهمتني دكا. اذا باش تصمتهم راهم باش يذيعوا جمله في خاطر باش نطيبوها من بعد في الفور مش نعملوا السوستومات نتاعنا اللي جاي شوي اي مش نعملوا السوستومات مش نعملوا اللي جاي شوي خفيفه قولوا احنا السوستومات باش تبدا خفيفه معناها باش تاخذ اكثر وقت باش تطيب جينيرالمون راهي الخضره معناها القرع الاخضر اكثر من 15 دقيقه يهبى يذوب معناها ويخسر المنافع نتاعو وكل شيء بطاطا وماكسيموم معناها شطر كعبه بطاطا تاخذ 20 مينوت وماكسيموم دونك الوحيد اللي باش نطيبوه هو الفارس نتاعنا وكما قلت نجم نحطوا الروز في وسط اللي يحب الروز ينجم يحط الروز في وسط الفارس وراهو يبنن الماكله الروز وشرطو معناه فيه صحيح. فوائد صحيه ويعبي الكرش معناه يعبي يشبع بي دونك باش نعملوا احنا السوستومات نتاعنا بالطبيعه بالطماطم نتاع تيكا باش نقليوها شويه بصل شويه ثوم قالوا نعملوها ليجير شوية نمرقوها بزيت مش لدرجة اني تميس معناها تبدا ماء مش لدرجة اني تبدا عاقدة فهمتني تبدا بين البيني تكستور باهي دونك باش نحضروا احنا كل خضرة متاعنا باش نفرسيوها باش نصب على السيستمات نعطيوها الكويسون الاولى ربع ساعة الاولى نطيبوها وهي مغلفة بالالومنيوم باش الخضرة تيبلي بالفابور متاعها من فيها من بعد نحيو البابية الالومنيوم ونكملوا نطيبوا احنا مش نطيبوا اون تو 35 دقيقه دونك هذه هي روسيت المالحه نتاعنا اليوم اللي هو فندق الغله هذه نقولوا احنا قداش تقعد هكا ابوبري يعني الكل تطيب تطيبها بالفارس بكل شيء ما تفوتليش ساعه ما تفوتش ساعه هيك ما تفوتش ساعه انت باش تحضر معنا الميزون بلاس نتاعك باش تحضر البريباراسيون نتاعك وباش ترميها في الفور تخليها معنا 35 دقيقة من الساعة هذيك ديجا هي في الفور واضح يعني ما تاخذش برشا وقت لا ما تاخذش برشا وقت خاصة وتعطي روح راهي سيرتو كي يبداو هكا لي كولور نتاع لوبرجين نتاع القرع الأخضر
تاع البطاطا نجمو فما الفلفل فلفل ملون نقولوا احنا فما كالورانجي فما كالاسفر موجود هيك يا موجودين مع تقام في لي جراند سيرفاس الاكثر هي صح انا في القرون عندنا ديما شويه نقص الحقيقه بالحاجات هذوما هذيك المشكله انا في هذيك وكهو هذه نجم نحطوا الفلفل زاد نتاعنا الفلفل نختاروا كعبات كبار و... وانا الحقيقه نفضل انه في الوقت هذايا نبعدوا شويه على الفلفل خاطر اكثر نتاع البيوت المكيفه سكولي في الوقت هذا ديما نمشيو للليجوم دو سيزون معناها خضره نتاع الوقت هذا عندنا برشا معناها ما شاء الله عندنا خيرات ربي في قروان رب كل شيء موجود صحيح فما حاجات ينقصوا ما كل شيء موجود ديما نشوف الحاجات معناها كل حاجه وقتها فهمتني واضح هذه فيما يخص فندق الغل هذا فندق الغل فندق الغلة متاعنا كملنا هذا فيما يخص المالح على بلا الحقيقة باهي دسم صحي فيه كل شيء فيه الليجوم فيه يعني الروز فيه البروتين نلقاه في اللحم في العظم في الكليبري وي الوغ يشبع باهي ونتصور يخلينا يعني ما نوعوش برشا في الماكلة مالغوزمون نلقاو برشا ما نستح في البياج اللي تنوع برشا في الماكلة مالغوزمون التونسي ياكل بعينيه صحيح نطيبوا بلا بركة كيف من هكا يكون غني فيه برشا حاجات وهكا ومعناه سا سوفي معناه ما غير ما نشتر كعبة اشتر كعبة بطاطا على اشتر كعبة طماطم هكا ذي يلقى معناه بلا فيفال معناه فيه روح مزيان وكونتيتاتيف الحقيقة بالضبط ويشبع خاصة ما شاء الله فوالا والحمد لله بك نجيو توا للبلا الحلو البلا الحلو هذا هو اللي باش ياخذ منا شوية وقت ايوا باش نعملوا جاتو ليجي جاتو جاتو خفيف كيما ملي فاهمين ملي فاهمين نتاع الكيك خاطر باش نستعملوا فيه سي المعجون نتاع تيكال ايوا باش نعملوه المعجون نقول لكم بعد كيفاش باش نحطوه دونك باش نبداو بالبريباراسيون نتاع الجاتو به باش نس مديت ورقه جديده انا شايف ايوا يزم ورقه جديده كا باش نحاسبك نهار ليله العيد راه باش نتحاسب لازم يبدا عندي كارني كام تاع دي روسيت كا وعندك الحق هاي سيدي كيك لي جو باش نعطيو هذايا لي زانغريديون المول تبدا بين 18 و 20 سنتي معناها سوا سيركولير اللي هي اوسي بريسي اي ديما الكونتيتي في الباتيسري 18 و 20 سنتي ديما تفرق من الجروندور معناها مش تعمل على حاجه كبيره باش تعمل اكثر كونتيتي هذه يطلعش لك باش تعمل حاجه تشبه المدلين براتيكمون اي اخف شويه كيما خبزه مش خبزه لهوي الخبزه اللي عملوه بالبرتقال خبزه برتقال اللي تبدا اللي تبدا خفيفه هكا كل كيما نقول السبونتيكس كتبدا التكستور هذيك كل ايبونج يعطيك صح تري بيان بي دونك باش نسحقوا 200 غرام فرينه 200 غرام فرينه 120 غرام سكر 120 غرام سكر بي 100 ملي حليب 100 ملي معناه اللي هو العشر نتاع الباكو معناه كيس براتيكمون اكثر شويه من كيس 100 مليلتر هو الكيس الكيس الصغير ممكن فيها 330 انت والكيس انت والكيس باهي انا وجميع عندهم حتى ساعات حاجه هكا كل ديما نقولوا احنا 100 مليلتر ديما نحاول نعطي الكونتيتي اكزاكت باش نجم خاطر صحيح هاي حاجه تبدل كل شيء باهي ثلاثة مغارف زيت عادي زيت نباتي ثلاثة مغارف زيت باش نستحقوا عظمتين ساشي لوفور شيميك معناها خميرة كيميائية هذيكا باش نستحقوا سكر غلاس باش نستحقوا حكة معجون نتاع تشوكات غلاس وحكة معجون تشوكات باش دونك نبداو في البريباراسيون تاعنا اول حاجة باش نبداو بها باش نركضوا كل عظمتين أيوة. مع 120 غرام سكر حتى كشلين توصل تبياض البريباراسيون نقولوا احنا تولي تكستور اي تولي موسوز شويه موسوز واضح باش نزيدوا الحليب نتاعنا بشويه واحنا ديجا قاعدين نركض معنا باش نخدموا احنا الميكسور نتاعنا ولا شنو معنا تديبون الحاجه باش نعملوا بها ولا نجموا بالفويه باش نزيدوا الحليب والزيت ديجا واحنا نركض بيه كيف باش نكملوا العمليه نتاع ركض باش نبداو نزيدوا في الفرينه نحطوا احنا كل غربال نتاعنا في وسط ليليمون اللي باش نعملوه نصبوهم غرب لا دو بريفيرونس على تبدا مهوي هذا من عندك انت عرفت تبدا يري شوي صحيح حتى كيلو جرومو ساعات كل شيء تبدا فرينه سبه
دونك وقت اللي البريباراسيون هذيك معناها من نقفوا على الركضان الا من البريباراسيون نتاعنا تولي بيان ليس معناها تولي رطبه نقولوا احنا فهمتني هاك الفارينه تدخل في وسط البريباراسيون تولي بيان معناها هوموجين تولي البريباراسيون نظمه جوها به دونك بعد باش نحطوا البريباراسيون نتاعنا في المول نتاعنا اللي باش نطيبوه المول نجم نحطوا له بابي كويسون سي ما عندناش بابي كويسون نعملوا شويه زبده ندهنوا بها المول شويه فارينه دوبل ليش هكا ما تلصقش اي هذه شوف ما تفوش ال كيما الوقت عملنا المافن ولا الكب كيك هذه ما تعطيش ماهيش بيان ايري خاطر الاخرى في ليفور باتيسير هذه ليفور شيميك معناها ما تعطيش هك الفوليوم الفوليوم الكبير اما باش نعملوا اسوس احنا ديما البريباراسيون ليكيد نتاع الكيك والكل فما برشا عبيد يحطوا فيهم جيلك هو المحسن هذا يخليه اكثر مولو اما جيلك ديما نحطوا كونتيتي صغيره راه ما لازمش نحطوا كونتيتي كبير ولا السوس الثانيه ان بعد ما نصبوها في المول نحاولوا نفرغوها من الهواء اللي نضربوه شويه على الرخامه نتاعنا احنا ولا على البلاصه اللي باش نعملوا فيها باش من بعد ما تجينيش منقوبه ولا فيها كديفو يخلق شويه في الديكوراسيون دونك سي الجاتو هذا بشيتي بالمدة 35 دقيقة على 180 درجة ديما نحطوا الفور متاعنا من فوق ومن اللوطة بتبيع باش ما يتحرق ليش لا من الفوق لا من اللوطة واضح دونك باش زادا نتفقدوها معنا اللي هي طيبة بالكدي اللي هي بريباراسيون نجمو نغرسوك السكينة ديجا كان خرجت شي حرامي تابت كان مبلولة راي مزيد شوي دونك هذه بعد ما كملت طاب الجاتو نتاعنا باش نخرجوه من الفرن نخليوه يبرد شويه دو بريفيرونس باش يبرد لي فيسا نحطوه على الرخام ديما الرخامه تبرد فيسا باش نحطوا شويه المعجون نتاع تيكال تو دي بون ملي جو نجم نحطوا المشمش نحطوا السفرجل نحطوا الجيلاتين باش نعملوه من الفوق باش نعملوه كيما الكلاساج باش نحطوا فوقه شويه سكر بودر داكو باش يعطينا كالقول بنين وخفيف هكا والسكر نتاعو معدل هذه البريباراسيون تاع الجاتو الجاتو بي شيف جوست باش نسالك الوغ فما ساعات حاجات تلقاها انجكتي في وسطها المعجون هذيك كيفاش نجمو نعملوها هذيك ديجا كيما عطيت في الاستوس نتاع المافنز الجمعه اللي فات ديما نصبوا من الاول البريباراسيون في المول داكو مثلا ناخذوا الانتير مثلا المول نعبيو الثلث نتاعو ونحطوا ديجا الكوليه ذيك مثلا احنا باش نعملو نحبوا انجكتي بالمعجون من داخل فوالا نحاولوا معناها نعبيو الانتير ونحطوا المعجون في وسط الثلث الاولاني ونزيدو نصبوا فوقه الليكيد من بعد مثل بريباراسيون فهمتني يقعد هكا المعجون هذاك او بيان احنا نعملوها هذه الاكت هذه باش نتفاداو انه ما يتحرقليش المعجون في وسط في وسط الفور فهمتني فهمتك قدر هو فيه كميه نتاع سكر صحيح السكر كي يوصل لتمبيراتور معينه يتحرق اكيد احنا علاش المورانغ ديما مثلا المورانغ ديما نقولوا من اصعب لي بريباراسيون خاطر السكر ما يزموش يفوت 80 درجه لا يوصل يغلي لا يوصل يكون بارد أيوة. اذا بارد يطيح لي المورانغ اذا يغلي طاح لي المورانغ سي وحنا ما عادش نجمو نعملوا حتى شيء أيوة. فهمتني ديما السكر نحاولوا معناها نتفاداو هنا نغلفوه بالبريباراسيون هذيك وهي فما استوس اخرى ان مثلا هي باش تيب 35 دقيقه ناخذوا في العشرين دقيقه نحلوها شويه بالسكينه البريباراسيون ما تبدا هي ديجا تلم في روحها في الفور نحلوها شويه بالسكينه ونصبوا في وسط المعجون نتاعنا الكولي اللي نحبوا عليه نجم نحطوا شوكولاته تو دي بون شنو العبد يحب معناها هلا السوس هذا معمول به باش تكون هكا في وسطها انجكتي اي باش تكون عباره كوركولون نقولوا احنا يبدا معناها اسي ليكيد يبدا شد روحه تري بيان يعطيك صحة شيف الوغ اليوم كانت في الغوسيت نتاعنا توكال اليوم فندق الغلاء والكيك لي جو هذه بنين برشا برشا دايوغ نخمم باش نروح نعمل الكيك هذه خاطر ساهل وبنين برشا صحيت وخفيف خاصة بتوكال نحكيو على حاجة السكر نتاعها معدل وبنين برشا برشا هذه كانت غوسيت توكال اليوم غوسيت توكال غوسيت توكال باش نرفعوا لحضراتكم اذان صلاه العصر واحنا اكيد مكملين معاكم في بنت رمضان
الحياة فهم. الحياة فهم. في الوقت من بعد الغروب إجاني باش نقعد ونتريم قعدات طويلة. يا خليلة خليلة والموسيقى الحلوة والتونسية بصوت حسين الجسمي. تواصلنا معاكم ل 43 دقيقة بعد الأربعة. مرحبا بالناس كل معضلة موجة علينا أكيد برشا من الناس هكا دخلوا للكوجينة. احنا وقيزة هكا ندخلوا زادة معاكم للكوجينة ما عادش بالماكلة خاطر سي بون. الدبارة عطاها لنا شيف أمين. فايتك فندق الغلة يا حمزة. فندق الغلة يعمل 66 كيف والكيك الخفيف. أنا عندي الغوسيت تنبعدي كان عندك الغوسيت تخي بيان. سينو جمشي معاك أنت يا حمزة بشيخ توت سويت في صندوق عجب. صندوق عجب. صندوق عجب. يا سيدي مرحبا بيك حمزة بشيخ كما العادة. لو قيت هذا نحكي وعلى حكاية على حويجة هكا مزيانة في صندوق عجب. عسلامة مرحبا بيك ونور. عسلامة كالعادة في نفس الوقت وفي نفس العادة وكالعادة نجيب لكم حكاية كلمة من قعر الخابية. حكايتنا اليوم اش تقول زعما؟ كان يمكن وما يحلى الكلام كان بالصلاة على النبي العدنان. يحكيوا أيام زمان على سلطان كان حكيم وعنده هيبة كبيرة بين أهله وبين الناس وبين رعيته. وكي طال به العمر سي السلطان مرض وحس اللي بلا جل قرب. نادى على ولده وريث العرش الوحيد. الولد هذا ما يدري شيء على البلاد ولا كيفاش ماشي الأمور. معديها لعب وسهر وطيش الشباب كما نقولوا. المهم الحاكم مرض ونادى على ولده قال له اسمع عيش ولدي انا المنية قربت وانتي كان كتب ربي تشد بعدي الحكم. نحب نوصيك وصية تعمل بها طول حياتك. قال له امرك يا مولاي. قال له الحاكم كان ضاق بك الحال وكرهت نفسك يوم تشنق روحك بحبل ما تلحقك الهموم. اتعجب هاك الولد من كلام بوه السلطان وقال له اش تقصد يا مولاي ما فهمتكش معقول هالكلام اللي تقول فيه. يكه بقى بوه عينيه هكا في ولده وقال له اسمعني اش باش نقول لك. كانت لخبطت عندك الامور وضيقت بيك الحظيره امشي للمغاره الظلمه اللي وراء قصرنا تلقى في سقف المغاره احبل يتدلدل اي اشنق بيه روحك يرتاح بالك من هم الدنيا. لكن يا مولاي أو كلامك غريب وكله ألغاز فسر لي عيشك. هما هكاكا وشهرت الحاكم ومات. قعدت كلمات الحاكم ترن في وذن ولده حتى بعد ما تولى الحكم ورث هاك الوليد الأموال والقصور. ولكن بطيشه أخسر كل فلوسه قمار وسكر مع أصحابه اللي بعد ما عرفوه فلس وما عادش يقدر يصرف عليهم كما يقول. وعلى قدر مالي ان يحبوني وان كان فرغ الجيب ما يتيقوني. وضاعت هيبة الدولة ما نحكي لكمش وكثر الظلم بين الناس ولا مجيب لقهر المظلومين والفقراء وهذا اللي حذروا بوه منه. لكن توا اش فيش يعمل فات الفوت. بشوية بشوية ابدا عز يقل في هاك القصر لين وصلت لقمة العيش ما عادش فيها. مشينا قاربوا واصحابه يستجدي فيهم باش يسلفوه لكن تشمتوا فيه قالوا له برا رجع رزق بوك اللي ضيعته وما عرفتش كيفاش تحافظ عليه. ضربته الحيوط وجت اللحظه اللي تفكر فيها نصيحه بوه الحاكم واش مازال فيه العيشه بعد العز اللي كان فيه. هيك هو سكت وقال بلاش بها العيشه عيشه الذل والفقر بعد العز والدلال. وقعد يكلم في روحه وقال الحل ننفذ وصيه بابا السلطان. ومشى طول المغارة ادخلوا معاه جازة. تكون يعرف الجازة معناها كلي تشعل هذيك كيما الفانوس. فلا عرفت. خلى المغارة ودخل معاه الجازة البلاصة موحشة وتخوف. اللطف القاح حبل يدرجح مسقف حتى الجازة اللوطة ولف الحبل على رقبته شهد وسيب بدنه في الهواء. لكن في عوض ما يخنقوا الحبل طاح بيه مع غطاء لوح كان مسكر على فتحة في السقف. هبطت منها شكارة معبية فلوس وذهب والوقت اتفرتت على القاعة متاع المغارة وطحت على راسه طرف جلد غزال مكتوب فيها رسالة من بوه. تقول الرسالة عرفت توا يا ولدي الألم
وعرفت اللي الدنيا معبية أمل، انفض غبرتك يا وليدي وامسح دموعك، هذا جزء من ثروتي خليتها لهوى للزمان، وها هي اتكتبت لك ليك انتي. بطل الإسراف يا وليدي وخليك من أصحاب المصالح، وخليك من أصحاب المصالح ومن رفقاء السوء. ها كريت يوم طاح بك الزمان ما لقيت حد. نختمه بالمثل الأصحاب في الوسع ياما منهم صديق ما تلقاش واحد منهم. صحيح. وحكايتنا طابة طابة، والعام الجاي جينا صابة. يجيك صح على المثل الساعة اللي موجود منه برشا، كعطيتنا عبرة فكرتنا باللي موجود في الأصحاب في وقت الوسع. صحيت هو وما تعرف الصديق كان وقت الضيق، هذه حاجة معروفة، وإن شاء الله ربي طايح بينا كما نقولوا من يرفق بينا وليد الحليل وابنة الحليل. أنا أقول هذا من منبري، هذا أقول أصحابي كل ربي يفضلكم لي، خطر أنا بحبكم عليها موشي إن شاء الله ربي يدوم العشاء يا ربي. سينو اللي ما يعرفوش الجماعة حمزة بالشيخ يعني حب يعمل لنا دائما الوقفة الموسيقية امتاعه، ودي ما حاضر يظهر لي بالبنديق وبالجو. أنا سيبون سيف الدين بولعريس حاضر معك بالكرة بشي يتخمر ولا واحنا زاد باش نعملوا هكا وقفه معك خاطر قيت اخويا وقيت حتى للناس توا اللي يسمعوا. يا نور جيت في الفنجر اليوم باش نغنيوا حاجه بحريه. ايوه انا حتى اون سمعت من الغاديو من غادي، معناها الجو احلى جو، جت هي والتليفون والستوريات باش نشاركوا الناس اللي قاعدين يسمعوا فينا ويتفرجوا علينا فيا فيسبوك وويب كام. الوغ باش نبداو مع الجو، الناس كل حتى راهو في الكوجينه وبدات الحكوك وبدات التقلي وبديت قصان الخضرة. احنا توا باش نعملوا معاهم فوز ميوزيكال مع حمزة بالشيخ، وبعدك اكيد باش نرجعوا مع صلاح. يلا سيدي يلا. يا سيدي رئيس البحار يا رفيقي على الله يا باجي يا فكاك الموصب يا طبيب اللي عظمه واشي رئيس البحر يا رفيق على الله يا باشي يا فكك الوسط يا طبيب اللي عظمه واشي يا عمي يا جماعة يا عمي يا جماعة بريد الباشي في الإخلاع Yeah.
الله الله برافو 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 يا حمزه وميرسي على هال كلنا مستحقينها والله يجي بحال جوك والله انا تو نستخيل نستخيل بالساده المستمعين بالحق راهو انا راهو من عادتي كي نسلطن نحس بغيري نسلطن هذاك راني انا نحس في عباد شيخه قاعده تطيب في كوجينتها قاعده مع المزيكا هذه ان شاء الله هكا يوصل توصل هكا تكون قاعده الموجات نتاعنا وان شاء الله هكا البوزيتيف الكل وصل للكوجينه لدياركم اللي كرهبكم ويما كنتوا قاعدين تسمعوا فينا بالضبط هذه هو احنا مازلنا متواصلين معاكم وباش نقلبوا شويه توا الموجه باش نمشي على المصري والمصري تصفيت مع المصري مع المصري وتوا وقيت مع المصري مشكور يا ابن بخيت على الترانزيشن ياسر حلوه كنت عايشه في جو المصري والاورينتال صلاح مرحبا بك مره اخرى يا هلا يا هلا احنا عايشينك تو في جو تونس والبحريه والجو دي تو تهزنا لمصر والله لازم يحفظني الكلام الجميل ده علشان انا بيت قاعد عمال اقول اي كلام وخلاص بس عشان اتدرب في وسطكم بس مش حافظ للاسف نحفظوك نحفظوك شويه نطلع حصص خصوصيه دروس خصوصيه ونحفظوك اخويا وانت تحفظ شويه مصر اكيد طبعا شويه سبتو عندهم والله ذكرتني عندهم في الصعيد فما سيده تهامي ولا سيده معروفه ست ست عندها مجموعه موسيقيه وتغني اللون الصعيدي المصري وعامله بالحق عامله بوليميك كبيره في مصر الايامات الست هذيا قاعد تخدم في خدمه مزيانه على الاخر موزيكا راهي ما نعرفش اسمها ما نسيت اسمها شفتها انا قبل كده هبعت لك الحاجات دي حاجات جميله ببعث لك على الفيسبوك شكرا صلاح حبيبي تسلم لي حبيبي يا سي صلاح اليوم مش باش نحكي طبعا زي ما اتفقنا ان ورا كل مثل قصه وحكايه وعظه وعبره تمام المثل بتاعنا النهارده لما يكون انسان مستني حاجه معينه والحاجه دي متاخره وعنده الثقه ان الحاجه دي هترجع تاني كل تاخيره فيها خير احنا هو كل تاخيره وفيها خيره بس انا لما بصبر وخايف من المجهول ان الحاجه دي هتيجي فبالتالي ببدا اقول ايه ان غدا لناظره قريب ايوه والمثل ده مثل عربي ومشهور جدا بيعلمنا الاطمئنان والصبر والثقه فورا قصه جميله جدا كان القصه ديت نعمان بن المنذر والراجل ده كان احد ملوك العرب قبل الاسلام الراجل ده كان مشهور جدا ان هو كان بيحب الصيد وكان بيحب الفروسيه وكان بيحب الحاجات اللي فيها نوع من التحدي كانت عنده فرسه الفرسه دي كانت سريعه جدا وقويه جدا كان بيستخدمها في الصيد والحروب والفروسيه وكانت اسمها اليحموم الفرسه بتاعته كان اسمها اليحموم وفي يوم من الايام قرر ان هو يخرج يصطاد فنزل ركب الفرس بتاعته اليحموم وهو في وسط الصحراء لمح حمار وحشي فطبعا الملك قرر ان هو يصطاد الحمار ده وفضل يجري وراه ما عرفش يصطاد الحمار كان الحمار قوي وسريع جدا لما الحمار تاه منه في وسط الصحراء بعد فتره من الوقت الملك ادرك ان هو تاه في وسط الصحراء ولقى الوقت اتاخر عليه وما عرفش الطريق وما عرفش يرجع تاني فلمح بعينه من بعيد لقى خيمه فقال لما اروح الخيمه دي اشوف سكان الخيمه ممكن الاقي عندهم مأوى ابات عندهم النهارده او الاقي عندهم اكل المهم فرح لما لقى الخيمه راح الخيمه قبل ما يوصل الخيمه زوجة الراجل اللي في الخيمه كان عايش فيها راجل ومراه تمام فزوجته قالت له انا حاسه ان في حد جاي علينا من بعيد فاطلع شوف مين الراجل طلع بعينيه لقى واحد هيئته هيئه ناس يعني ابن اصول راكب فرس فقال لها الراجل ده يعني من شكله ومن هيئته أكيد يعني ملك أو أمير أو وزير المهم رجل عليه وقار المهم دخل السلام عليكم قال له عليكم السلام فدخل طبعا هما ما عرفوش الملك النعمان وهو ما عرفهمش بنفسه فقال لهم أنا رجل يعني تهت في الصحراء وبدور على مأوى واستضفوني فطبعا الرجل ده كان اسمه حنظلة الطائي اللي هو اللي كان ساكن الخيمة فالرجل يعني رحب بيه وضيفه جدا وكان راجل كريم وقال له اتفضل فدخل الملك النعمان فحنظلة دخل لمراته وقال لها عندنا ايه من اكل نقدمه للضيف ونكرم الضيف قالت له ما عندناش غير شاه هي اللي عندنا فقال لها احلبيها حلبتها اخذ اللبن او الحليب بتاعها قدمه للضيف شربه كان عطشان وبعدين الراجل حنظلة دبح الشاه وقال لمراته اعملي اي خبز ونقدم الواجب الضيافه للضيف بتاعنا
فطبعا هو ما سألوش انت كنت فين ولا جاي ليه، لان كان من عادة العرب قديما ان هم لما بيروح لهم ضيف بيفضل عندهم 3 ايام واكل وشارب، وبعد 3 ايام يبدأوا يسألوه انت مين ونقدر نساعدك في ايه. المهم بعد ما اكرموا الضيف واكلوه واحسنوا كرم وضيافته، فضل حنظلة ده يحكي مع الضيف طول الليل وحكايات وقصص. ولما قام النهار قال له انت الثياب بتاعتك ثياب متسخة، الهدوم اللي انت لابسها متسخة، فاعطاه قميص من عنده وقال له ايه تقدر تنصرف وضله على الطريق. فالملك هو ماشي قال له انا الملك النعمان. أيوة. وعرفه بنفسه وقال له اللي انت عملته معايا ده هيفضل جميل على راسي تمام، واي وقت لو ضاق بك الحال في اي وقت تعالى لي، تعالى القصر عندي وانا هرد لك الاحسان بعشر اضعافه. قال له تمام. فالملك مشي، تعدي الايام والاسابيع والشهور، فيصيب الرجل حنظلة ده ضيق وفقر شديد جدا لدرجة ان هو ما كانش عنده حاجة يأكلها وما كانش عنده حاجة في بيته. فمراته قالت له انت نسيت وعد الملك النعمان لك، روح الملك النعمان لعلك يعني تجد من عنده اي حاجة، بعض المال او بعض الاطعمة، لانك انت اكرمت واحسنت اليه. فالرجل كان عنده عزة نفس وكان عنده كبرياء فارفض. فبعد الحاح من مراته قرر ان هو يروح للملك النعمان. اخذ الدبة بتاعته وراح قصد الملك النعمان، واول ما دخل القصر استقبلوا الحراس. الملك النعمان اول ما شافه حزن جدا وغضب جدا وكان على وجهه الغضب لدرجه ما تتخيلهاش. فالملك فالرجل استعجب قال له يعني ايها الملك انا الرجل الذي اكرمك واضافك، يعني انت ليه غضبت؟ قال له انت الملك النعمان قال له انت مش لاقي الا اليوم ده تيجي فيه، والله لو ابن اللي جاي لي في اليوم ده لهقتله. تمام. هو طبعا ما حلفش بالله لان هم كانوا لسه ما دخلوش، والراجل كان نصراني او كان مسيحي تمام، بس يعني من شده الغيظ والغضب قال له لو ابني اللي جاي لي في الوقت ده انا هقتله، انت ليه جاي اليوم ده؟ فالراجل قال له طب انا ما اعرفش وايه اليوم ده؟ قال له اليوم ده اسمه يوم البؤس. يا لطيف. فقال له ايه حكايه يوم البؤس؟ فيقال ان حكايه يوم البؤس ده ان الملك كان عنده ولد اسمه قابوس. فقابوس ده في احد اللصوص قتله، فالملك قال ان هو مش هيفرح، واي حد هيجيله في يوم مقتل ابنه يسأله او يطلب منه اي حاجة هيقتله، وهيفضل اليوم ده تاريخ اسود لحد ما يقتص من اللي قتل ابنه. فاصبح ومرت الايام والملك اقتص من اللي قتل ابنه، فاصبح عند الملك يومين في العام، يوم البؤس يوم يقتل فيه اي حد يجيله لانه ده اليوم اللي اتقتل فيه ابنه، ويوم النعيم يكرم فيه اي حد يجيله لانه ده اليوم اللي اقتص فيه من القاتل. دي الرواية الأولى. الرواية الثانية يقال إن الملك كان عنده 2 من الخدم كان يحبهم جدا، ففي يوم شرب الخمر وسكر جدا لحد ما فقد الوعي أو في حد ما غاب عن الوعي، فأمر الجنود إن هم يقتلوا الخدم اللي عنده، ولما استفاق الملك لقاهم اتقتلوا وكانوا بيحبهم فندم جدا فسمى اليوم ده يوم البؤس، إن أي حد يجوله في اليوم ده يتقتل. فالملك قال له اطلب اللي أنت عاوزه علشان أي حاجة هتطلبها مهما كانت هلبها لك، لكن بعد كده انت هتموت. يا لطيف. لان ده يوم البؤس، وانا ما كنتش عاوز اعمل كده وما كنتش عاوز اقابل الاحسان ايوه قال له ما كنتش عاوز اقابل الاحسان بتاعك باساءه، لان ده قانون انا سنيته في الدوله بتاعتي وماشي عليه. فالراجل قال له ولا كنوز الدنيا كلها تنفع، انت كده كده ميت، هاخد الفلوس هعمل بيها ايه؟ قال له بس زل ايها الملك ان انا امشي اروح اودع اهلي واسلم اهلي واطمن على زوجتي واسيب لها بعض المال اللي انا هاخده منك علشان خاطر لما اموت ابقى مطمن عليها. فالملك قال له هسيبك بس بشرط تمشي بس حد يضمنك. ايوه. هل من ضامن؟ محدش حب يضمن. لحد ما قام واحد اسمه قراد ابن الاجدع. قراد ابن الاجدع. فالراجل قال انا اضمنه يا مولاي. فالملك قال له هتضمنه لكن لو ما جاش انت اللي هتتذبح وانت اللي هتموت مكان. قال له انا واثق فيه يا مولاي. تمام. فقال له الملك ام جاي ادى الحنظلة، قال له اداله 500 ناقة وقال له خد الجمال دي وروح وديها، واداله فلوس واداله ذهب وقال له روح وديهم لأهلك واطمن عليهم وتجيلي بعد سنة علشان انفذ فيك واقتص منك واقتلك لان انا وعدت خلاص. فالرجل تمام. عدت الايام وعدت الشهور وجاء قبل العام ما يخلص بيوم واحد. الملك كان من جواه بيتمنى ان الرجل ما يرجعش علشان خاطر مش عاوز يقتله، وكان قال حتى لو الرجل ما رجعش هقتص من اللي ضمنه بس مش مشكله، بس انا ما قتلتش الرجل اللي اكرمني. تمام. فالملك بنت عليه الفرحه جدا فقال لقراد اللي ضمنه قال له ايه باقي يوم وغدوه ان شاء الله انت اللي هتموت، يعني غدوه انت اللي هتموت. فالرجل قال له يا مولاي ان غدا لناظره قريب.
وطالما انا ضمنت الراجل عندي ثقه ان الراجل هيجي باهي يعدي اليوم. قاموا الصبح فالملك مستعجل وعاوز يقتل الراجل لانه مش عاوز التاني يجي ويلاقي ده عايش، حتى لو الراجل جه بعد ما موت الراجل ده خلاص هو موت واحد. فجاء علشان يقتلوه، فالحراس قالوا له يا مولاي انتظر حتى غروب الشمس، لان عند غروب الشمس هيكون اكتمل عام بالظبط. فالملك قال خلاص ننتظر حتى غروب الشمس. قبل ما الشمس تغرب ممكن بساعه لمح راجل جاي من بعيد. مين الراجل؟ حنصله. الملك اول ما شافه حزن حزن شديد، ما كانش عاوز ان هو يجي. قال له ما بك يعني، انت مجنون يا راجل ازاي تيجي؟ قال له يا مولاي قطعت وعدا على نفسي واعطيت الكلمه للراجل ومشيت وجيت. والراجل قال له طب انت ما كنتش خايف تموت؟ قال له لا يا مولاي، لان الراجل اعطاني وعد، ولما قلت لك ان غدا لنازلي قريب كان عندي ثقه ان الراجل هيجي. الملك اعجب جدا وقال له يعني انت ايه اللي رجعك؟ قال له الوفاء بالوعد والوفاء بالعهد. ويا مولاي انا قدامك سيب الراجل واقتص مني انا. فالملك فضل كده يعني يفكر، فقال لهم طالما انت عندك ثقه في الراجل وطالما انت عندك وفاء بالوعد انا هكون اكرم منكم انتوا الاثنين وهعفى عنكم وهزيدك كمان فلوس، والقانون اللي انا سنته في الدوله ده همحيه، ومن النهارده ما عادش في حاجه اسمها يوم بؤس لانك انت علمتني واعطيتني درس في معنى الوفاء ومعنى التضحيه ومعنى الثقه. ومن هنا اصبح المثل بتاع ان غدا لناظره قريب مثل يضرب في ان لما يكون انا مستني حاجه وصابر وعندي ثقه ان الحاجه دي هتيجي بقول ان غدا لناظره قريب. وهي دي كانت القصه ورا المثل ده. انا حاولت احكيها باختصار بس هي طويله علشان خاطر الوقت بتاعنا. والله يعطيك الصحة، القصة شيقة جدا صلاح، زدنا معاك للعهد هذاك وللأمير وللملك وكيفاش معناها أنا بدي ستريسي قد زعما يرجع زعما يسلكها. ألوغ حلوة برشا الحكاية ويعطيك الصحة محلاها اللي تضرب بها المثل وديما هكا صلاح يعيشنا الحكاية والمثل غيالمون. ألوغ غيالمون الوقت الحلو في ساعه ما يتعدى، الوقت حلو برشا اللي ما تعدى معاكم الكل. شكر كبير لكيب التكنيك ساعه خاطر وصلنا لنهايه حلقتنا لليوم. شكر كبير لك انت احمد المخلوفي، شكر كبير لزميلنا سهيل اللي يعطيك صحه حازم الشيخ. ميرسي نور، عايشك ربي يعيشك ربي يفضلكم الكل. حاسه اليوم مزيانه برشا، تعديت هكا بروحك كيف تلمو ما حسيناش بيها. وي داخلين في 6 دقائق في الساعه الثانيه، ما عرفتش انت متاع شكون. ريت قد ايه نقول لكم معناها نقول ورانا بالحق ساده المستمعين رانا نحبوكم ونحبوا نوفروا لكم ديما حاجه مزيانه، وبيكم انتم يتعدى الوقت في ساعه في ساعه. وي سي فغي الحقيقه الوقت الحلو في ساعه ما يتعدى. صلاح يعطيك الصحه. تسلم يا نور وسعيد جدا ان انا موجود معاكم، وتسلم يا حمزه والشيف امين، ودايما اللحظه الحلوه لازم نسرقها من عمرنا صحيح، لانها مش هتتعوض مره ثانيه. صح تمام صح. ويا شيف ان غدا لناظره قريب مش نسيك انا. يعطيك الصحه سيدي مشكور. عايشك عايشك نور، ان شاء الله شيء طيبه ربي يتقبل منا ومنكم الاعمال الصالحه. يعطيكم الصحه الناس الكل، شكر كبير زاد الناس الكل اللي امنت لكم الحصه لليوم. كنت معكم نور البيجي من قدام الميكرو. الوغ بالنسبه للتشنشينا سي حمزه ما عطيناش الحل. لو نذكروا اخر مره نعرف اللي من غادي يقول لي الوقت 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 ما نسيش والله، باش ناخذ 30 سكوند نعاود نذكروا بهم تشجينتنا لليوم اللي تقول علي تصدرت وتصنعت وحازت كامل الصفات وجزاها ربي بتسعه مرجانات. الحل امتاح على محاله هو يعطي الصحة اللي طلعها اللي هي سورة الهمزة 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 سامحوني الهمزة سورة الهمزة. ألوغ هذه الحل لتشنشنتنا لليوم. أنا عديت 3-9 دلوقتي وأنا قاعد بالضبط. سورة الهمزة هي الحل لتشنشنا لليوم. سي بون حمد أحمد المخلوفي مشكور جدا سيدي على الإخراج لليوم. يعطيكم الصحة الناس الكل اللي شاركتوا معانا، احنا ديما معاكم دائما في نفس التوقيت. إن شاء الله تفطروا بالصحة وتسوفوا بالصحة. بابقى لي كيف باش نقول لكم تصبحوا على الف خير. انتي يلي تسمع فينا جبنا لكم دبارة بنينة في وسطها حكية وتشنشينة، ما لفاش تستنى وعدل الموجة مع نور واللي كرونيكور كل يوم من الاثنين للجمعة من ماضي 3 للخمسة على الحياة فام. رمضان على الحياة فام بنا أخرى.